السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. وفيديونا هاليوم يلقاكم كامل هنيين ومتهنيين. كش برد عندكم؟ كش تبربيرة؟ كش عيش؟ كيما شتو الثلوج، الجو عندنا اليوم بارد. الثلج مع المطر مع البرد وتلموا كامل مع بعضهم في نهار واحد. من بكري الواحد ناعس وحكموا الخمول وزاد كمل عليه هذا الجو. مالنا يا عكس، هذا النهار اول مرة تصرى لي كي يكون البرد. نحب غير التبربير والدفا ونحكم بلاستي. هذا النهار قاسني البرد صح صحت. كي العادة والعوايد دائما كي نوض الصباح نفطرهم، نبدا بهم هما الاولين ونقعد انا الاخرى. نحب هكا نهار من نهارات تجيني اني نقعد وحدي وندير فطوري وحدي. كيما كان الحال بعد ما راح ولدي يقرا صغير، كي العادة حتى هو يفطر ويروح يحكم بلاصتو ويلم العابو ويبقى يتفرج. درت فطوري، افطرت صح صحت مليح وطلعتها هبطها مع راسي. ايا ولا الزوج الكريم قال لك نهار تاع محجوبه، وانا قلت نهار تاع عيش. ايا هو اللي ربحني، هو اللي غلبني، لا خاطر ما عنديش العيش. والعيش تاع برا هذاك اللي يتباع في الباكيات ما نبغيهش، يعني نبغي العيش المفتول اللي ديرو ماما. هيا كيما كانش وليت دورتها للمحجوبه. المحجوبه كيما شفتوا درت السميد ودرت شويه برك تاع فرينه. انا هنايا نخدم عيني ميزاني، ما عنديش مقدار معين ولا محدد تاع السميد مع الفرينه. بالنسبه للسميد، السميد دائما نستعمل ميكسيكالي، وكل واحد واش يحب يستعمل. وتعرفوا بلي حتى النوعيه الواحده، يعني نوع واحد مرات يديروه مليح مرات ما يديروهش مليح على حسب قصتهم هما. حطيته كيما شفتوا في العجانه، درت كميه شويه زايده خاطر دائما كي نبغي ندير يا اما شخشوخه ولا ندير محجوبه نحب ديما ندير حساب للسمنيات اللي هما المسمن. تعرفوا قهوه الحليب ولا فطور الصباح. درت عجنه وكي حطيتها في البيتخا ما عباليش علاه، ما قنعتنيش ما عجبنيش العجين تاع حاولي تحبستها وكملت عجنتها بيدي كيما شفتوا. وبصراحه وانا نعجن فيها عجبني السميد هذا، الخطره داروه مليح ماشي كيما مالف. هو بصراحه انا من بكري يعجبني، من بكري مليح، مي هذه الخطره ولا اكثر لدرجه انه العجينه بيضه خلاص. عجنتها مليح كيما شفتوا، نعجنوها حتى تولي تطرطق هذيك العجينه وحدها. نعرفوا بلي العجينه تاعنا الصايه راهي باشطه، والحبيبات تاع السميد هذوك ما يوليش باينين، يعني العجينه هذيك كل تتجنس وتولي ملساره. حكمت لوستهم كيما شفتوا، لوستهم شويه كبار. اللوزه تاع المحجوبه والسمنيه دائما تجي كبيره على اللوزه تاع الشخشوخه. غطيتهم وخليتهم يريحوا. قد ما تريح قد ما راح تتحلك العجينه مليح وتساعدك وما تتقطعلكش. ورحت نوجد الحشوه. بالنسبه للحشوه، هو الحشوه كل واحد كيفاش يحب يوجدها، كل واحد وطريقته في تحضيرها. انا عندي هنايا البصله، انا مالفه نرحي كل شيء مع بعضها، البصله والفلفل الحار والطماطم. كيما هوش متوفر عندي الفلفل الحار اليوم، بديت قبل بالبصله. رحيت البصله هي والثوم، الثوم ثاني ما ذكرته لكمش. رحيتهم مع بعضهم، رحيتهم مليح. بالنسبه للربو هذا كان سبق لي وحكيت لكم عليه، يعني برد القلب صح صح. انا نرحي به كل شيء، نرحي به بصله، نرحي به ترحي به الجاج، نرحي به صوص طومات، ندير به لي سوب، يعني روعه روعه كيما راكم تشوفوا. هنا البصله كل وحده كيفاش تحب تديرها. كاين اللي يبغيو يقصوها بالموس، كاين اللي يبغيو يديروها في الروبو، كاين اللي تبغي ترابيها، كاين اللي يبغيو يديروا البصله شلوط. هي البصله شلوط هذيك اللي طويله، هذيك صح صح تاع المحجوبه كيما نقولوا حنايا، كي تتحط وقت المحجوبه. رحيتها شويه رقيقه على جلت رسلان ما يحبليش هذيك البصله، مي ما رقيقتهاش بزاف باش يوالف لي. يعني دائما نحب ندير له الحاجه اللي ما ياكلهاش نحب نولفوا فيها يعود ياكلها. وصراحه يعني كلا برد قلبه. حكمت درتها شويه ماهيش رقيقه خلاص كيما تاع كيما ننصب بها، وماهيش خشينه خلاص كيما مرفا نقصها هنايا. درت البصله في الزيت كيما شفتوا. وبالنسبه ليزيبيس اللي نديرهم، هي دائما ندير الملح وراس الحانوت وندير الفلفل العكري اذا كان. هنايا غلطت وزيت الفلفل الكحل، لانه حنايا الحشوه تاع المحجوبه ما نديروش فيها الفلفل الكحل، وكاين اللي يبغيو يديروا فيها الفلفل الكحل، كل واحد وطريقه الطهي تاعو. وزدت لها الشحمه الغاويه. وش هي الشحمه الغاويه؟ هذيك الشحمه اللي نملحوها ونخليوها تقدام، يعني كيما القديد.
تمد بنتها، كاين اللي يبغي يدير الشحمه جديده وكاين اللي ما يبغي يدير ني هذه وني هذيك. خليتها خليت البصله طيب طيب لي مليح مليح، ومن بعد نزيد لها الطماطم. الكونتيتي تاع الطماطم دائما نديرها ندير نص الكونتيتي تاع البصله، يعني اذا درت زوج حبات تاع بصله ندير لهم حبه تاع طماطم. بعد ما طابت لي هذيك البصله مليح مليح، يعني طيبتها كيما يحب الخاطر، زدت لها مغرف تاع طماطم مصبره ودخلتها مليح في هذيك البصله، وفي نفس الوقت قليتها مليح مليح باش تنقص لها هذيك الحموضه. كي تكوني في وقت الطماطم اللي تكون حامضه، الطماطم تاع البار الثاني راهي تجي حامضه، نزيدوا لها شويه تاع سكر. هنايا كنت زدت لها شويه تاع سكر، ما كنتش نصور. كي قليت مليح هذيك الطماطم مع البصله، زدت لها الطماطم اللي رحيتها وخليتها تكمل الطيب. منها نقصت عليها شويه النار، منها الطماطم الطيب، وفي نفس الوقت تنشف لي هذه الحشوه من الماء، وخليتها بجهه تبرد. ودركا راح نشارك معكم مشترياتي، عندي بزاف ما شاركتش معكم مشترياتي، ولا درت لكم هذه الفقره تاع مشترياتي. وديما كي نشري حاجه نحب نشاركها معكم اكثر حاجه باش نعطيكم الافكار. كيما شفتوا هنايا بديت لكم بالسيرفيس هذا اللي كنت درتو شفاف تاع الماكله. هذا مشتريات كنت جبتهم معايا من حسيم سعود، شريت هذا لي بول البنات هذو الزوج، كنت شريتهم على اساس يجيو كيما الاخرين كيما الاخرين راح نعطيهم لكم. هذو شريتهم من سوبيرات تسيلة اللي عنده هكا كي يفزد له سيرفيس ولا تكسر له منه بياسة يحطهم يبيع الحاجة، البياس الوحدة يبيعها ب 5000، يعني ذوك زوج شريتهم ب 10000 والاخرين كل واحد ب 10000، يعني هذو يديروا ب 10000 وهذا ب 10000، هذاك اللي سوب وهذاك الكفتة الحوايج هكا دوزيام بلا اللي يكون بلاصوص، وهذا البلا يصلح كيما شفتوا شوفوا كيفاه يجيو مع بعضهم ما شاء الله. هذا كل واحد ب 10000، يعني البول ب 10000 اللي تحته ب 10000 والاخر ب 10000. البلا هذاك البنات يصلح بزاف حوايج هكا، الكراتان تحطي معاه سلطه، ديري شغل بلا فاريي في هذاك الصحن. وهذا الكيسان كيف كيف حتى هما نفس الشيء، شيتهم من عند عسيلة كيما قلت لكم، حتى هما ب 5000 كي تتكسر حاجه من هذاك السيرفيس يحط الحاجه ب 10000. لقيت هذا الربعه هزيتهم، يعني قيسنا للماء العصير، وهذو جاوني صغار عجبوني بزاف، نقدر نديرهم للبن، يعني يصلحوا للبن يصلحوا للتاي، وثاني يصلحوا للتحليات. يعني حنايا ما نحبوش التحليات يكونوا كي في الكيسان كبار، تعرفوا بلي التحليه اصلا دقهن، يعني كيسان هكا متوسطين ملاح يفيو بالغرض. هذو 6 جاوني ب 30000، وهذو هذو فيهم انواع البنات، انا جبت الصغيره خلاص، فيهم من الصغيره حتى الكبيره، الكبيره اللي تقدري ديري فيها سلطه، تقدري ديري فيها هكا ديريها ديري حتى ريسيبيون. البنات خواتاتي سيام ومريم بين زوج شاريين منهم من الصغار، يعني عندهم من الصغيره حتى الكبيره، وشغل دايرينو سيرفيس. انا شريت غير هذه الصغيره، الصغار هذو يديروا ب 110000، يعني كل ما يزيد الحجم تاعهم كل ما يزيد في البريح، تا هما يندارو هكا للتحليات للفلون. تقدري ديري ثاني فيهم السلطه، مرات نديرو هكا سلطه في اكواب فرديه. وهذا سيرفيس قهوه وحليب، سيرفيس قهوه وحليب كيما شفتو حتى هما ترونسبارون، كيما قلت لكم كلشي راح يكون ترونسبارون، يتباعوا هكا وحدهم، يعني الحليب وحده، الفناجل الكبار وحدهم والفناجل الصغار وحدهم، ولي سكوب ثاني الصغار وحدهم والكبار وحدهم، اللي كانت شريتهم نسيها من قسنطينه، كاين في باتنا بصح زايدين في البري. هذو بو كل مع بعضهم البنات ب 110000 ولا 100000، المهم في حدود ال 100 110000 ما يفوتوش. هكا كيما راكم تشوفوا درتهم سيرفيس كومبلي، يعني كان دارتهم سهام هي الاولى وعجبوني، قلت لها جيبي لي منهم، هايلين بزاف. يعني هكا الفطور الصباح ما من الضياف، ضياف كيما نقولوا حنا مالين الدار، تحطيه على الكيف. وهذا السكريه، السكريه هذه البنات ب 10000، هم يبيعوهم اللي يبيعوا حوايج ب 10000، قلت لكم هما مكاينين هنا في باتنا. السكريه ثاني كاينه وكاينه ب 10000، بصح تاع القهوه وحليب شفتهم يسقاموا كثر، يعني يجيوك بزياده، لخاطر السكوب الوحده تتباع ب 5000، يعني هذوك لي سكوب كي تشري ب 5000 الوحده حيطلعوا لك ب 60000. وهذه بورت كويير شريتها نظن 12000، 12000 ولا 15000، مانيش شافيه مليح على البري تاعها.
خصتني بورتافيات بربي ان شاء الله راح نلحقها لها، ما لقيتهاش برك يعني ما لقيتش اللي تقنعني، ما بغيتش وحده تكون مزغرفه. وثاني شريت هذا السيرفيس، هذا هو تاع تاعي، هو سيرفيس تاع تاعي. وثاني تقدري ديريه للقهوه، يعني الناس اللي تكون قهواجيه تقدري تحطيه فيه. وكما قلت لكم اكثر شيء للتاء، يعني انواع تاع التاي اللي تبغي ديريهم كامل يجي في هذا البريق. هذا البنات كومبلي هكا بيه بالفناجل تاعو ب 220 الف. هذا البنات من المعذر، من واحد الحانوت نظن اسمه حليم حاجه كيما هكا، والله ما نعرف اسمه. المهم جاي هكا بريق كيما راكم تشوفوا، ويتوالم بزاف مع هذيك السكريه. البنات السكريه هذيك ثاني عندكم تقدروا ديروها للسكر، تقدروا ديروها ثاني للمربى، يعني اللي تخدم بزاف المعجون ولا تاكل بزاف المعجون يستهلكو تقدري ديري فيها المربى. فيها هذه اللي تجي لداخل مفتوحه كيما شفتوا، باش يعني تحطي في وسطها الزريعه اللي بغيتي ديريها، سواء تاع التاي سواء تاع التيزانه اللي هي لويزه، ولا ديري فيها الورد تشكيله هكا تاع الشاي، وتطلقي عليها المسخون وتخليه يطلق فيه. وجاتني فكره واحده اخرى، يعني نهار ندير تاي ويكون مصفي نقدر هذه نستعملها بورت كويير، يعني راح تقدري ديري فيها المغارف ولا الفراشط ولا على حسب واش راكي مرافقه مع هذاك الشاي. وهذا الفناجل تاعهم، الفناجل تاعهم جايين سامبل، يعني هايلين بزاف عجبوني وخفاف. هما صح خفاف بصح ماشي هذيك اللي كي تقيسيها تبان قشره تاع العظام، تقيسيها تتكسر. بالنسبه لانها تتحط فوق النار ما نظنش، خاطر كاين هذا الانواع تاع الاواني اللي يجيو شفافه يقدروا يتحطوا فوق النار. وهكا نقدر نقول باللي درت سيرفيس كومبلي، سيرفيس على طابل من قهوه للحليب، سيرفيس شفاف بالحاجه بالحاجه. يعني هكا الواحد مين يخرج تقابلو حاجه يهزها، سورتو حوايج كيكونوا لون واحد، مثلا كامل بويض كامل ترونسبارون كامل كحل، كي كل خطره تلحقي حاجه ما تفيقيش الروحه كيفاه ديري سيرفيس. انايا هنايا ما شريتهمش كل مع بعضهم البنات، يعني باش نكون واضحه معكم، كل مره كنت نشري حاجه، يعني كل حاجه راهي في وقت، كل حاجه في شهر. كاين اللي عندهم حوايج 3 شهور من اللي شريتهم، كاين اللي شريتهم غير كيما، وجملتهم مع بعضهم ونعتهم لكم هكا كومبلي كيما شفتوا. حطيت لكم هذاك السيرفيس هكاك، حطيته برك باش نعتوه لكم كيفاش جا فوق الطابله. صراحه جاي هبل، راح نلحق له ديسات دو طابل في الوان واحد اخرين، يعني اكيد راح نشارك معكم ان شاء الله. وكيما شفتوا الثلج مازال يصب، مازال مداير الرايو، وشي هو كعد يصب شويه ويزيد يصب معاه شويه النو، ما فرش ما حطش مي البرد تاعو، حط عندنا في الدار. ايام علينا غير نروحو ندفاو قدام الطابونه وندفيو الكريشه بعشاء اقتصادي. اللي يبغي حارها ويديرها حاره محرحره، واللي ما يبغيش الحار ما يديرش الحار. هنا بديت بتاع الاولاد هما الاولين، نحيت لهم هكا كميه باش نديرها لهم ميش حاره. وشوفوا معايا العجينه البنات، العجينه ما شاء الله، يعني جات تهبل. هو يعني عجنتها حتى كيما قلت لكم ولات العجينه تطرطق، كي تعود دير في هذاك الصوت عرفوا بلي العجينه تاعكم صايت عجنت مليح. وزدت عطيتها الوقت وعطيتها الخاطر باش تريح، يعني ريحت مليح مليح هكا، باش كي نحلها تعطيني الطوع، يعني ماشي انا نحل وهي تولي لي. هاكم تشوفوا فيها ما شاء الله اللون تاعها يهبل. هي شوفوا مرات يكون السميد مليح وكيما نعجنوه شو ما يعطيناش نتيجه مليحه، ومرات يكون السميد ماشي مليح بصح كي تما ندمو في عقابه كيما نقولوا حنا، ونصلحوها باي طريقه. كيما شفتوا هنايا راح نديرهم سمنيات عادي، يعني مانيش راح نديرهم على الطريقه التقليديه اللي نديروها حنايا في العائله تاعنا. تعرفوا بلي هذه الطريقه سهله ليها ليه، وما تديش الوقت وما تعبش في نفس الوقت. ونعطيكم هنايا فكره ولا نعطيكم تدبيره باش تعودوا ديروا بها المحجوبه باه ما تجيكمش دقهم، يعني تعرفوا بلي الحاجه كي تجي ميد ما تقهم وفي نفس الوقت تضر، يعني اللي دامت بزاف ماهوش ملاح، هي انكم تستعملوا البانسو. جيبي البانسو وتستعمليه في بلاصه انك تغطسي هذيك الحبه تاع هذيك اللوزه تاع كاين يغطسوها ديريكت في البول تاع الزيت. انا ما نشتيش هذيك الطريقه نهائيا، اولا راح تستهلكي كميه كبيره تاع الزيت في نفس الوقت، يعني الشيء اللي راكي ديري فيه من شخشوخه من محجوبه راح يجي ويتقاطروا بالزيت، بصح كي ديري هكا بالبانسو راح تجي ما شاء الله، يعني حتجي على الكيف، ما تجيش ميدمه بزاف وما تجيش ناشفه في نفس الوقت.
بالنسبه للبانسو انا اللي عندي هذاك اللي يتعمر، انا ما شريتوش، كانت عطاته لي ماما، عنده سنوات، عنده اكثر من 10 سنين. شوفوا معايا المحجوبه البنات كيفاش جات مرقه، جات ما شاء الله، يعني قد ما حليتي العجينه رقيقه وحليتيها كبيره، وكي تطويها كي تطويها سورتو كي ما ديريش الحواشي، يعني كاين بزاف اللي يديروا الحواشي، كي ما ديريش الحواشي وتطويها راح تجيك مرقه تقول درتيها بالديول. وباش ما ديريش الحواشي دائما كي نبداو نحلو الشخشوخه تاعنا ولا نحلو هكا المسمن تاعنا، نبداو نقرصوها شويه باش تتحل لنا هذيك اللوزه، ونبداو نحلو من الحواشي، يعني هذوك الحواف البنات نبداو نمشيوهم هكا على الطابله، نمشيوهم حتى يولي ورقاك. كي يولي ورقاك ابدا حلي العجينه نتاعك، سواء هكا المسمن ولا المحجوبه، ولا تهزيها تلوحيها شخشوخه في الطنجين، كل وحده كيفاه طريقتها باش تحل الشخشوخه تاعها. شوفوا معايا هنايا المسمن كيفاه يتنفخ، يعني ما درت له ني خميره ني والو، كاين بزاف اللي يديروا الخميره ولا يخلطوا خميره وزبده وزيت، خميره تاع الحلويات، ويديروها في قلب المسمن باش تنفخ. هكا ما درت حتى حاجه وتنفخت ما شاء الله، حتى المحجوبه كيف كيف. شوفوا كيفاه جات مرقه ما شاء الله عليها، اللي تشهات نقول لك شهيتك في الجنه ان شاء الله. وهكا كنت ضربت عصفورين بحجر، ربحتها عشاء وربحتها حاجه للفطور والقهوه العشيه. وهكا نكون وصلنا لنهايه فيديونا اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، ونتلاقاو في فيديوهات جايه ان شاء الله، في امان الله.